فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فأما إن أعيد الإيجاز إلى نفس ما أتم والإتمام إلى نفس ما أوجز يصير في الكلام تناقضا، لأن من طول القيام على قيامه لم يكن دونه في إتمام القيام، إلا أن يقال الزيادة في الصورة تصير نقصا في المعنى، وهذا خلاف ظاهر اللفظ، فإن الأصل أن يكون معنى الإيجاز والتخفيف غير معنى الإتمام والإكمال. ولأن زيد بن أسلم قال كان عمر يخفف القيام والقعود ويتم الركوع والسجود، فعلم أن لفظ الإتمام عندهم هو إتمام الفعل الظاهر. نعم، المراد بالإتمام والإيجاز، المراد بالإيجاز الإيجاز في الصلاة كلها، في قيامها وركوعها وسجودها، بألا يطيلها إطالة تخرج عن المشروع. فيعود الإيجاز إلى صفة الصلاة كلها على هذا التفسير. والإتمام يكون أيضا في صفة الصلاة كلها، فهو يوجز الصلاة كلها مع إتمامها كلها، أو كما قال الشيخ أن الإيجاز يكون في بعضها وهو القيام، والإتمام يكون في الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود، لأن بعض الناس يفرط في ذلك. وعلى كل حال فإن الإتمام لا يكون بدون إيجاز، والإيجاز لا يكون بدون إتمام، لا يأخذ أحد الطرفين ويترك الطرف الآخر كما فعلت الخوارج، إنهم أخذوا بالإتمام وزادوا وطولوا وتركوا الإيجاز، والكسالى والأهل الجهل أخذوا بالطرف الثاني، أخذوا بالإيجاز وتركوا الإتمام.